عارفه ابوكي ما بيحبش حد في الدنيا اكتر منك، مستعد يترمي في السجن ولو عمره كله، بس انتي ما تغيبيش يوم عن الجامعه. انا هنزل خلاص. وهي بت تخافي على ابوكي، انتي ما تعرفيش ابوكي بره البيت ده عامل ازاي. ربنا يرجعه لنا بالسلامة. يا رب يا حبيبتي يا رب. هربت ليه من المراقبة اللي كانت عليك؟ المراقبة؟ أنا أول مرة أعرف إن عليا مراقبة يا باشا. بعدين يعني المؤاخذة لو هما بيراقبوني ومش عارفين يراقبوني تبقى المشكلة عندهم هما مش عندنا. ما هي أقوالك في الطعم المنسوبة إليك؟ بأنك كنت متواجد في الفيلا رقم 34 أثناء إطلاق النار بيها. يا باشا أنا آخر مرة اتواجدت في حتة فيها ضرب نار كان يوم ما جه أحمد بيت دي بيقبض عليا. يوميها سيادتك أنا رحت زقه من العربية. هو فاكر كده كويس. دي كانت آخر مرة. قول لي بقى أنت آخر مرة شفت الراجل ده إمتى؟ أنا عمري ما شفت الراجل ده قبل كده. أنت آخر واحد كنت أتخيل إن أشوفه هنا. جرايا رحيم بيه، أنت نسيت أنا مين ولا إيه؟ أنا سامي عوض. هو في حد غيري يقدر يدخل هنا ويقابل اللي هو عايزه؟ شيطان. أعتبرها مجاملة. طب وأنت عرفت مكاني إزاي؟ ده أنا نفسي معرفش أنا فين. يا سلام، ما أنا أصحابي كتير وأنت عارف. وبعدين اغلبهم انت اللي معرفني بيهم. لا والله تمر معروف عم سامي. ما هو لو ما كانش المعروف تمر ما كنتش ابقى قاعد قدامك دلوقتي. المهم عايزين نقعد مع بعض ونتكلم عشان في حاجات كتير قوي واصلك غلط. انت هتتكلم زي سيد ولا ايه؟ اهو سيد ده بقى هو اللي بلغني بخبر القبض عليك وقال لي ادور عليك وخرجك. يا راجل شوف ازاي. شفت بقى، شفت ان انت واصل لك حاجات كتير غلط. المهم انا جاي ابشرك بشرة حلوة قوي 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 يا سيدي البيه. يا سيدي البيه. انت قد الكلمة اللي انت بتقولها دي. امال أنا شايف إنك تفكر في اللي قالولك صاحبك ده. أنت مجنون ولا إيه؟ عايزين أسيب شغلي وأشتغل في شركة حراسات؟ أنا اللي مجنون علشان بقولك يبقى ليك بزنس خاص بيك؟ آه طبعًا طبعًا طبعًا. يا سلام. ألو مين؟ مع سيادتك رحيم السيوف يا باشا. تتكلم منين؟ مش مهم أنا بتكلم منين، المهم إن أنا حبيت أشكر سيادتك لأنك أكيد سبب خروجنا. خروجك؟ الله، لو سيادتك ما درتش ما انا اصلي خرجت لعدم كفايه الادله. يعني ايه؟ شكل سيادتك مشغول. انا مش عايز اعطلك، انا بس حبيت اشكر سيادتك على وقفتك جنبنا. السلام عليكم. ايه ده؟ هو مش هو اللي خرجنا؟ لا لا، امال احنا خرجنا ازاي؟ اللي خرجني النهاردة هو اللي خرجني من السجن، علشان كده حبيت أتأكد إذا كان أحمد ديب يد في الحكاية دي ولا لأ. رحيم باشا، الأستاذ بيسأل على سعادتك. رحيم بالسيوفي؟ خير؟ في حد في انتظار معاليك بره. هو اسمه إيه ده؟ هو إحنا لحقنا نشم نفسنا؟ حد مين ده؟ هو في انتظار معاليك بره مستنيك على أول الشارع. طب أنا جاي معاك. أنا جاي معاك أنا كمان، مش هسيبك. جرالك يا حلمي، مالك بقيت خفيف قوي كده ليه؟ انت مش شايف راجل شكله بالناس ازاي؟ اطلع انت على البيت علشان تطمن مراتك وبنتك وانا مش هتاخر. يلا يلا عمو.
اتفضل يا فندم. أمينة؟ وحشتني قوي يا رحيم. انت ايه اللي جابك هنا؟ اركب ونتكلم في السكة. اركب بقى. الحمد لله على السلامة يا بابا. كنت خايفة عليك قوي. ما تقلقيش، ما انا معاك اهو. والله ما تعرف احنا كنا حاسين بايه. تعالي. طب ده رحيم لما مشي ما رجعش الا بعد 7 سنين. والله العظيم انا كنت خايفه، خايفه قوي. لا ماما والنبي ما تقوليش كده. والله ما كنت اقدر استحمل حاجه زي دي تحصل يا بابا. ما انا معاك اهو. ما خلاص بقى يا ريم، انت هتعملي حوار؟ ما هو قاعد قدامك اهو زي الفل. رحيم اتاخر قوي. مش كنتوا رحتوا معاه تشوفوا المشوار الغريب ده؟ هتصل بيه. يا رحيم انت فين؟ ايه؟ مع مين؟ طمنا يا ابني. ماشي ماشي. خد بالك. ها سلام رحيم. مع أمينة. أمينة؟ أمينة تاني؟ معرفش، لما يجي أكيد هطمنها. أمينة أنا مش حمل خسارة تانية. وهو أنا اللي حملها؟ بس لازم نشتغل يا حلمي ولا هنحط إيدينا على خدودنا ونفضل ساكتين؟ ما أنت شايفة البلد عاملة إزاي؟ ده في يوم وليلة الدنيا بتتقلب. حلمي شحنة السلاح دي لو دخلناها هنبقى في حتة تانية خالص. اسمع مني، والله لا نبقى ملوك البلد بجد. دي آخر سهولة معايا. وأنا زيك بالظبط. بس اللي مش هيخاطر دلوقتي حلمي مش هيكسب. هو أنت فاكر رحيم بقى رحيم إزاي؟ عشان ما كانش بيخاف من حاجة. ربنا يفك سجنه. أيوة بس أنا بقيت بخاف. ما تخافش، اسمع كلامي بس يا حلمي. ده أنا بقولك أنت اللي هتأمن بنفسك. عشان كده انا مطمنه وضمناها 100%. ها حلمي. مالك يا حلمي، فيك ايه؟ احنا ضعنا، احنا ضعنا يا حنان. الرجالة طابت عليها والبضاعة اتصدرت. احنا خلاص انتهينا. ما قلت لك بلاش تشتغل مع أمينة، هتضيعك. ما سمعتش كلامك. خسرنا كل حاجة. آخر فلوس كانت معانا راحت. إحنا بقينا على الحديدة. ما تقلقش، كل حاجة تتعوض. نصيبنا كده بقى. هنعمل إيه؟ حلمي فلت ابن اللذينة، بس مش مهم. المهم ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه. والله انا كان الود ودي نخلص من حلمي ده نهائي. عمره بقى ونبي سيبوه في حاله بقى، كفايه كده. ده عليه ديون متلتله. يا سلام، طول عمر ما عليك قلبك ابيض. قوي. جرى ايه يا جماعه؟ فين الشيكات؟ بسرعه كده؟ في الطلق طلقت. ها؟ ده انت حامله. ايوه طبعا. بقول لكم ايه؟ انتوا وعدتوني انكم هتعوضوني الخساره اللي بخسرها مع حلمي. شيك اهو. جاهز وممضي علشان القمر. اتفضلي. حبيب قلبي يا اختي. حلال عليكي. مش البوس، الشيك.